السبب ديال هذا جدال تاسيس الجمعيه هو هذا الركود ديال التجاره وهذه المشاكل اللي ولينا كنتخبطوا فيها وبزاف ديال الحوايج. لهذا قلنا اجتمعنا الناس وخدينا فكره، كل واحد كيدخل كيسد عليه في محاله وما عرفش الخلل منين كاين، هذا كيسد عليه. قلنا على وعسى يتعاونوا التجار ويتلاقاو، كل واحد حوارات بيناتهم قلبي على قلبك ونتفاهموا ونشوفوا هذا الخلل منين كاين. ودعما كيلقينا بزاف ديال الخلل، دعما اللي واللي عنده شي مشاكل كيطرحها واللي عنده شي حاجه كيطرحها، وباش كل واحد باش كنوصلوا شي نتيجه دعما اللي كانت في التاجر. وبالنسبة لهاد الشيء دابا اللي عندنا هذا الركود، راه كاين حتى بزاف ديال الحوايج ديال العوامل، لأنه دابا السلعة غادا القيمة ديالها كطلع، الدولار كيطلع، كل شيء كيطلع، ولكن السلعة ملي كتوصل لهنا ولات مع البيع والشراء ما كيجيو هذا، ولات السلعة كطيح القيمة ديالها. هذا هو هذا، لهذا ولينا كنقلبوا على الحلول باش تشاهد التاجر. إذا كان شي واحد ملي يكونوا كمجموعة، إذا كان شي حاجة السلعة اللي دخلها شي واحد ولا جوج ولا ثلاثة وذاك السلعة غارقة في السوق، يحاولوا ينقصوا شوية باش ما يبقاش ذاك المنافسة على الخاوي وطيح عليا نطيح عليك من سعد الشينوا ولا من سعد الكوري ولا من سعد الأجانب، ويتقاد السوق. وهذا جانب. والجانب آخر اللي كنضربوا عليه هو هذا الشيء دابا بالنسبة ديال هاد من الكورونا لهنا، هاد التاجر يعني كله اللي الصغير بعدا اللي عنده شي جفرنك ديالو كلاها واللي كان شويه غادي الله غادي على واقف على رجلو، كنحاولوا باش نعاود نديروا شي معارض ان شاء الله واللي هذا باش نعاود يكونوا شويه ديال الرواج وتحيد التجاره، ما تبقاش التجاره غادي رجع للوراء. وزادوا تاتشي ديال الترام اللي داروا هادشي هذا ما خداوش الموقع ديالو، كيخص الناس بالنسبه ياخذوا بعين الاعتبار ويجيبوا التروطوارات، حفروا التروطوارات تصعب الترام قدام القيصريات وقدام هذا، وخلاو هادشي وخلاو الحفاري وزادوا كملوا على كل شيء، زادوا الكاميونات تا هما عمروا الدنيا بدل يعطوهم بلاصه خارجه، يعني ما بقاش كتاجر، سواء انت عندك محل ما بقاش عندك حق بلاصي، سواء جا عندك شي تاجر ولا شي حاجه باش يتقضى عندك ما بقاش عنده حق في الستاسيون ولا يوقف ويزيد في حاله. راه لهذا كيخص السلطه تشوف بعين الاعتبار والناس تعاون، وحنا جمعيه مسالمه، ما عندنا زعما مدخله لا في نقابيه ولا سياسيه ولا حزبيه، عندنا هذا ديال حقوق التاجر لا اقل ولا اكثر. اليوم نحن بصدد تاسيس جمعيه التجار والمستوردين وتجار الاثواب مركز درب عمار. هذه الجمعيه صراحه هي جمعيه اللي منذ زمن طويل والاخوان والاخوات كيحاولوا باش اننا ناسسوا هذه الجمعيه، قصد الاشتغال بطبيعه الحال على مصالح تجار ومستوردي الاثواب، ولكن كذلك خدمه للاقتصاد الوطني، لانها نحن نعرف انه واحد الميدان واحد المجال اللي هو ضروري بالنسبه للاقتصاد الوطني. دونك اليوم وبعد اشتغال طويل للجنه التحضيريه في الاشتغال على القوانين على الهيكله وعلى الهياكل ديال الجمعيه، اليوم نحن نشهد ميلادا لهذه الجمعيه اللي سوف تشتغل على مجالات متعدده. بطبيعه الحال كيف ما سبق لي وذكرت التجار والمستوردين كقضيه اولى، ولكن كذلك غادي تحاول تشتغل على المحيط ديالها بصفه عامه، كذلك تشتغل على قضايا الساكنه اللي في المنطقه ديال درب عمر، لان اليوم حنايا في مركز درب عمر، وبطبيعه الحال الاشتغال على القضيه الاولى اللي هي كتهم جميع المواطنين المغاربه اللي هي القضيه الوطنيه.